كان عندنا حلم انا وجوزي انه يبقى عندنا مطعم كبير، وكنت انا بعمل يعني كان يقال ان انا بعمل اكل حلو. وبعدين لما جربت كذا مرة ان انا اعمل اكل لناس بعرفهم، وابتديت اوزع على الناس عندي في يعني زمايلي صحابي، طلع فعلا الاكل حلو، فقررت ان انا انزل الشارع. اشمعنى المكان ده؟ علشان ده قريب للبيت والترانسبورتيشن سهلة بالنسبة له. في مشاكل لا، الناس سبورتيف جدا وكلهم بيساعدونا وبيقفوا معانا وكلهم بيعرضوا علينا خدماتهم. في ناس بتشيل لنا عندهم حاجاتنا. احنا عندنا كونسبت في الموضوع انه ما بنغليش اسعار الحاجه قوي، بس برضو ما بنخسرش، يعني بنراعي الماتيريال اللي احنا بنجيبها، لان احنا بنجيب الحاجه بلدي وبنجيب ماتيريال تاني يعني فلفل الوان وحاجات كده، فالحاجات دي بتبقى غاليه. فبس سعر الساندوتش بيبقى عندنا نوعين، في فينو وفي بلدي. الفينو بيبقى ب10 والبلدي ب8. الفيوتشر فيجن بقى ان شاء الله هيبقى فيه مطعم كبير ان شاء الله اسمه مطبخ سليماني.